سوق الخياطين. يقع هذا السوق داخل أسوار مدينة دمشق القديمة في منطقة الحريقة، ويتصل بسوق مدحت باشا جنوبا وبشارع نور الدين الشهيد شمالا، وقد أنشأه الوالي العثماني شعبان أحمد شمسي باشا في سنة 960 هجرية الموافق 1553 للميلاد في عهد السلطان العثماني سليمان القانوني. وقد عرف في العهد المملوكي باسم سوق الخواصين، وقد ورد ذكر هذه التسمية في خارطتي دمشق القديمة التي وضعهما الدكتور المنجد، كما ورد فيهما أن قسمه الشمالي الآخذ من سوق القلبقجية كان يعرف بالقبانين، وهم الذين يقومون بوزن الأشياء الثقيلة، الأبان يعني، التي لا يستطيع الميزان العادي أو البلدي أن يرفعها، لذلك يستعاض عنها بالقبان اللي بسموه الأبان. أما قسمه الجنوبي الآخذ إلى سوق مدحت باشا فكان يعرف بالطواقين أو أطواقين، وقد وردت هذه التسمية في رسالة نزلة الرفاق في شرح حال الأسواق لابن عبد الهادي، كما وردت عند ابن طولون، وقالوا الطواق أو الطواق لفظة تركية وتعني الخمار أو ما يغطي به المرأة رأسها ووجهها، وهو الستر عموما. ويظهر أنهم كانوا يصنعون الأخمرة في هذا الموقع خلال العهد المملوكي، أو ربما قبل ذلك يعني، الله أعلم، ما بعرف. إلى أن زالت هذه الحرفة بزوال ذلك العهد، أو استمرت إلى فترة غير معروفة خلال العهد العثماني ثم انقرضت. أما تسميته سوق الخياطين فقد وردت إلينا لأول مرة عند القساطلي، فقال به باعت الأجواخ والمنسوجات وغيرها. أما القاسمي قال الجوخي يعني بايع الجوخ، وغالبيتهم في سوق الخياطين، مما يشير إلى نشوء هذه التسمية في العهد العثماني. وسوق ونرى هنا سوق الخياطين، أنا كنت موجود وصورت الصورة من الشمال إلى الجنوب، وفي عمق الصورة نهايته الجنوبية التي تلتقي فيها مع سوق مدحت باشا متعامدا معه، وعند هذه النهاية كان سوق الطواقين الذي ورد ذكره في العهد المملوكي، وفي جهة اليسار نشاهد مئذنة جامع الخياطين. طبعا يشتهر السوق سوق الخياطين بمحلات بيع الجوخ والأقمشة الصوفية، ومحلات تبيع مواد الخياطة للرجال، ويتخصص السوق أيضا بألبسة العرائس وتوابعها ومفروشات البيت، شراشف ومخدات ومناشف ولوازم الحمامات وغطية الرأس وأكسسوارات نسوانية ومختلف الألبسة جاهزة. نعم، ومن أهم المشيدات بسوق الخياطين المدرسة النورية الكبرى. طبعا هذه المدرسة بناها في سوق الخياطين السلطان نور الدين محمود الملقب بالشهيد بسنة 567 هجرية، وقد دفن فيها، ولم يكن بناؤها قد انتهى إذ تم بعد وفاته، يعني تتمت البناء بعد وفاته، وتعلو التربة قبة رائعة الزخارف من المقرصنات، مقرصنات سلجوقية، كما أن الضريح نفسه كان غاية في الجمال والتزيين. وهذه هي القبة السلجوقية، قبة المدرسة النورية الكبرى أو مدرسة وتربية نور الدين، مزينة بالمقرصنات الخارجية، أسرة ملتقطة من الجنوب إلى الشمال، الشمال بين فيها جبل قاسيون وجبل أبو العافية على اليسار على اليمين، وجبل قاسيون على اليمين. طبعا الصورة من كتاب الآثار الإسلامية في مدينة دمشق.
وهذا هو هنا أشهر ضريح موجود في دمشق في سوق الخياطين، هو ضريح نور الدين. قال ابن كثير توفي رحمه الله في شوال في قلعة دمشق، توفي بالخوانيق يعني جاء داء الخانوق، ودفن بتربته بمدرسته بباب الخواصين. وكانت هذه المدرسة هي دار الخليفة الأموي أبو الوليد هشام بن عبد الملك بن مروان، وفيها مات هشام بن عبد الملك، وكانت قديما دارا لمعاوية بن أبو سفيان، يعني هنا كان عايش فيها أيضا معاوية عند الخواصين بدمشق. فعمل منها السلطان نور الدين مدرسة سماها المدرسة النورية. ومن أهم المشيدات بسوق الخياطين مسجد الخياطين، ويعرف أيضا بمسجد العظم. شيده في سوق الخياطين والي الشام العثماني إسماعيل باشا العظم، أنشأه كمدرسة وكمسجد في سنة 1141، ثم جعل فيه ابنه الوالي أسعد باشا العظم، مشهور أسعد باشا، في عام 1162 مكتبة، وجعل له طابقا علويا، وقام على تجديد المئذنة في عام 1398، عفوا جددت في عام 1893. ومن أهم المشيدات أيضا في سوق الخياطين خان الجوخية أو خان الخياطين، وهو باكورة الخانات العثمانية التي شيدت بدمشق، والبالغ عددها بتلك الفترة حوالي 139 خانا، لم يبق منها إلا القليل القليل كما ذكر القساطلي في روضته. والخانات على نوعين، من نوع يختص بأصحاب التجارة داخل مدينة دمشق، والنوع الآخر كان للدواب وإيواء المكاري والفقراء. وكانت هذه الخانات متفرقة بكل أنحاء البلد، مثل سوق الخيل ومحلة العمارة وباب مصلى والشاغور، ويمكن للغرباء النزول فيها. أما تسميته بالسوق سوق الخياطين فقد ورد أول مرة عند القساطلي، والذي ذكر فيه بائعي الجوخ والمنسوجات وغيرها، وعند القاسمي بقوله الجوخي يعني بائع الجوخ وغالبيتهم في سوق الخياطين، وما يشير إلى نشوء هذه التسمية في العهد العثماني. واليوم فقد هذا السوق كثيرا من تخصصه القديم، وصار خليطا من متاجر بيع الخيوط الحريرية والصوفية ولوازم الخياطة والملبوسات الشعبية، إلى جانب محلات تبيع الجوخ والأقمشة. ومن أهم المشيدات التي قامت في سوق الخياطين حمام الخياطين، وهو من حمامات العهد العثماني في سوق الخياطين نفسه، وقد ذكر تواجده الأدهمي في سنة 1151، ولا تتوفر لدينا معلومات تشير إلى تاريخ إنشاؤه على وجه التحديد، وتشغله حاليا مستودعات وورشات. ونشاهد هنا قبة حمام الخياطين المزينة والمزخرفة والملونة بشكل جميل. إلى هنا وينتهي توثيق سوق الخياطين، فإذا أعجبكم هذا التوثيق التاريخي فالرجاء إبداء الرأي، وبضغط زر الإعجاب والاشتراك بالقناة وتفعيل زر الجرس حتى يصلكم كل ما هو جديد عن دمشق الشام، فلا تبخلوا علينا بذلك، وشكرا سلفاً.